يعطيك العافية، كيفك؟ شو أخبارك؟ أهلين مراد بيك. يا حلو كثير، ستايلك حلو، برافو مرا. شكرا حياتي. بونس تياس كيتال. اي والله كيتال يا صاحبي، يعني طلعين ديكور حلو متعوب عليه، برافو عليكم، شي بياخد العقل عن جد، برافو عليكم. طالعين حلوين. شكرا كثير مراد بيك، كله بفضل اسيل خانم. يسلم ايديكم كلكم، صار اكثر من اللي مخطط له. وبالذات انت بابلو، طاقيه وتياب، طالع مكسيكي، برافو عليك. اذا فكرت تجي على البار رح عيرك اياها يا مراد بيك، ولو انت حبيبنا. اذا اجيت على البار؟ لا، انت بتعرف نقاط ضعفي يا بابلو، اقنعتني ما اتزحزح من البار اليوم. جاي لك. اها، هي هي طاقيتي. طبعا، هات لشوف. حط. هات. منيحه؟ شو الوضع؟ بيلبق لك. معقول شو كل شيء بيلبق لك؟ مديري الغالي عن جد كل شيء بيلبق لك. موتشا غراسياس، شكرا لك، عن جد كلك ذوق. وين رح تعملوا الورك شوب؟ حضرت الحديقه وعملت حد من 12 للتنتين. ممتاز، رح تشاركي بالورك شوب؟ ما طبعا رح شارك، بس لازم دق لامي بالاول. طبعا طبعا، كله عضوي، كله فيكم تاكلوا بقلكم مرتاح. اسفه كثير. ولا يهمك. صباح الخير بنتي. صباح النور امي. شو عملتي يا بنتي؟ ضل بالي عليكي. ولا شي، شو بدي اعمل يعني؟ شلون يعني ولا شي؟ انتي ما حكيتي مع مراد لهلا؟ مراد رح حاكي امي. لك لسه بتقلي رح حاكي؟ بنتي نحن كم يوم قلنا راجعين من هني؟ على اساس كنتي رح تحكي معه؟ يا الله منك، شو هالبراد اللي عندك هاي؟ ليك اسمعيني يا بنت، لا تكوني متردده وما بدك تحكي معه. يعني طبيعي، الموضوع ما بينحل بهالسهولة هي. لا بهالسهولة، ورح تقولي ما بيمشي حال علاقتنا ونحن رح ننفصل، ماشي بنتي؟ مراد رح يزعل كتير إذا قلت له. يزعل؟ انتي قليل شو زعلتي لحد اليوم؟ يا الله. ليك اسمعيني، ما بتتصرفي بعاطفية أبداً أسيل، هذا الموضوع بينفتح وبيخلص اليوم، تمام؟ تمام أمي. تمام، شو عملتي بمسألة الشغل؟ إذا ما صار معك شي تعي لعنا لهون يا بنتي، بتشتغلي تحت إيدينا هون أحسن. شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ معقول في أخبار جديدة؟ هلأ عندي مقابلة شغل حتى. حلو كتير، من الأول أحكي هيك يا بنت، وأنا اللي عم بلاقي على التليفون. يلا يلا، ناطرتك تخبريني بعدين، تمام؟ تمام ماشي أمي. أسيل وقفي وقفي بس دقيقة. ليكي، موضوع مراد هذا رح يخلص اليوم، تنهي لي بأي طريقة، فهمانة؟ مثل ما بدك، شوفك. إيه يلا، مع السلامة. كذبة ورا كذبة، والله بحياتي كلها ما كذبت مثل هلا. اوف، انت مليحة حياتي؟ ماني مليحة أسامة، أسيل ما انفصلت عنه لسه، عم تقول ما حكته، لك تعبنا حالنا ورحنا لحد عندها، بس لا، لهلا ما حكيت معه شيء. عم تحكي تمام، بس لا تحطي ببالك، كمان انت لا تحاولي انك تضغطي كثير على أسيل. حياتي أصلا إذا أنا ما ضغطت عليها ما رح تتركه بحياتها، أنا بعرف بنتي شلون بتفكر، لسه عم بتقلي خايفة يزعل وما بعرف شو. اسمعي حياتي، الإشكال اللي مثل مراد ما بيتحملوا الانفصال، يعني بيزعل عن جد، بيزعل صدقيني بيزعل، بس مو من محبته، من غروره، من شوفة حاله بعضلاته. أسامة أنت عم تقول هيك بس ليك شو؟ لك هذا الولد لو ما رح يترك بنتي بحالة، ولو بنتي الغبية هي قبلت تسامحه. يا ربي دخيلك شو أعمل بحالي أنا. عندك حق، ما فيني أقول لك ما بيصير هالشي. كمان لا تنسي أنه أسيل عاطفي وحساس كتير، يعني ما في داعي نجرح لشعوره. هيك ما رح يمشي الحال حياتي، أنا رح ضبضب هون ورايحة أقعد فوق راسها لبنتي، أنا رايحة على اسطنبول، ما رح يمشي الحال غير هيك. تمام حياتي، إذا رح تحسي حالك مرتاحة روحي لعندها، ضلي عند أسيل، ضلي قد ما بدك. تمام. ولا تشغلي بالك أبداً على المطعم. تمام. بس اتصلي حاكيني من وقت للتاني لأنه أنا بشتاق لك. طيب ماشي حبيبي، رح تجنني هالبنت. لا تكبريها كتير، اهدي شوي حبيبتي، اهدي شوي، بعتيلي صور. ها كل شوي بعتيلي.